المثل اللي يقول جارك قبل دارك؟ والله يا سي حتعقد ايش عندي ما سمعتهاش، عندي برشا ما سمعتهاش. خبر تعرف الجار ساعات كي يبدا يمشي صغير يلعب في دار الجيران، يجي يهز النوم يرقد في دار الجار، والصباح يقوم يمشي يقرا. توا الجار حتى كي يموت واحد بحذاه فما امكانيه يجيش يعظم الاجر، معناها فهمت شنو هي؟ خصوص البرتمانيه ساعات اللي الصباح تقول له صباح الخير، في الليل تلقى واحد اخر صباح الخير، ما عادش الجيران تاع قبل. ونجم تكون جينيراسيون تعيانة خلطت شويه وجينيراسيون تاع بابا كان جيران بالحق. راهو ريت كي باش طيب معناها طرف ملوخيه ولا حاجه كي حاجه باهيه صعيب يسب جارك ما يذوقهاش. راهو توا ما تسمع بشيء، توا تعرف شنو هي الجار باساجي تتعدى صباح الخير، يجي زياد صدفه زيادة مش معناها فهمت. قبل راك تقول تلقى جارك، ساعات جارك فرحك تعمله في دار جارك اكثر من فهمت. خلي عاد كان فما دار اوسع من دار غادي الفرح، ما في دار الجيران معروفه الدار الكبيره في الحومه هي اللي تعمل فيها العرس الحسره. هي راهي هي وخزة. انا ما عادش نستغربت، هي العائلات تتفكت من بعضها. ساعات ولد عمك ولد خالك كان كثر تبعث له ميساج عيدك مبروك، ما عادش تقابله في الشارع تقول شكون هذا يضرب ولد عمك ولد خالك، تفكت ما عادش حاسره على الناس فهمت. اما ما كذبوش قبل كي يقول لك سيله الرحم فرحتنا حاطره ولا ما عادش نعش الماديات واللي يطلع ينسى خوه. انت كيفاش علاقتك بجيرانك؟ والله انا بحومتي القديمه معناها فهمت، انا معناها حومتي شنو هي قعدوا الناس القدم قعدت فيها معناها كل الحن نتاع الجيران. اما الجينيراسيون الصغيره هذيا اللي دخلت هذيا معناها اللي طالعه لا جينيراسيون ما كي طلعوا تلقاو جينيراسيون اخرى ما قعدتش فيها. اما التو يقعدوا حتى اللي نقلوا معناها كي تقابلوا تبب البوس والحمله والعباد تسال على بعضها فهمت. وبحكم حاجه ربي الموت معناها والعباد نقلت العباد ما عادش تشوفها بعضها نقص خصوص الحوم اللي وصل البلاد هذه كلها ماشيه وتنقل اللي براس يتيح واللي معناها تبدلت قعدت شويه فك الحياه الشعبيه بصراحه يرحم والديها. بصراحه نرجع للحياه الشعبيه يرحم والديها. بل كنا نشوفوا في الحوام ديما تلقى هكا الجيران عاملين هكا دوره هكا معناها ويحكي وكل، تو ما عادش نلقاو الحوام فارغه. تم العليل شوف العيد وكل الجو نتاع العيد والجو نتاع تو راك تخزر في العيد تخرج وسط البلاد راه من المونغال للبير دو فرانس تشوفها البلاد فارغه راه فهمت شنو هي. ما فماش الجو نتاع العيد ونتاع رمضان ولا حاجه كالم ما تسمع شيء فهمت. جارك تو ما تسمع حتى شيء فهمت. كان تحت شي جواب نتاع بانك ولا نتاع ستيك باش تمديه له وقول له راهي ورقتك هذه فهمت شيء في بلاص ولا علاش ولينا هكا؟ والله العباد كلها ولات تزخ شمها الفوق راهي كلها ولات دعاوي بالفارغ ميت شنو هي دعاوي لا ما تكلموش تاخر تعليق جارك ونعجب. صحيح فما جيران تاخرت واحد ما خو ما فيها بيت زاد صباح الخير وجارك قال اي تكون معاه في فرحته تكون معاه في الخايب تكون معاه فما حتى مشكله راه فهمت شنو هي. وان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها امين. مازلنا نشوفوا في الحوم معناها الصغار يقدروا الكبير نتاع الحومه؟ لا اختي هذيا مش انا بركه نحكم ما عادش تو الصغير ما عرفش شويه بروتينات يولي يعمل لك كابس روحه ويجي حتى واحد كبير من حومته يعمل لك يبدا يتقزر عليه ولا حتى في عائلته يكلموا واحد. ليه قبل المعلم يبدا يدور في الشارع بركه من بعيد تتكبس انت تدخل بعض مش ولد حومتك ولا جارك ولا قريبك معلم فهمت شنو كان بفالورك يبدا يدور تو ما عادش يا حسره على قبل. هاني يعني نجم تكون ما بين الجينيراسيون هكا وهكا جيت انا. اما بصراحه الناس قبل والله قسما بالله ببركتهم نمشيو والله قسما. اما خير كي كانوا قبل الجيرين يطلوا على بعضهم ويحكيوا مع بعضهم ولا توا كل واحد على روح؟ في حاجات الجار اللي يعمل مشاكل باهي كي ما يتدخلش مع الجيران اللي فهمت يز معناها موضوع غيره وجيران وتنسنيس وكل الحكايات خير. اما الجيران اللي تخاف ربي والجار واحد بصراحه قبل الخير. ما تراش انه قبل كانت معناها المخاخ مرتاحه توا ليه؟ توا فما برشا ضغط نفسي هذيك علاش ولا كل واحد على روحه؟ والله يا اختي مش داخله في الضغط، ضغط اخته ولا اخته ولا اخوه ما يطلبوش يسال عليه عيد ولا رمضان، اش مدخل الضغط؟ هاو يخرج للشارع يبدا يضحك مع العباد ويتكلم ويحكي، ما ينجمش يهز التليفون تاع درج اختي عيدك مبروك خويا عيدك مبروك، ما فما حتى يبعث له ميساج، ما راه ميساج يتعمل مش حتى كل واحد وحده، راه ميساج واحد يتبعث للكل راه حمص وزبيب على بعض. حتى اللي متعارك معاه مش متعارك معاه يبعث ميساج يقول لك تسأل عليه تقول لك اي ماني عايدت عليهم فهمت. تلقاه دار عمه راه بجنبه في الدوره فهمت. تلقاه الكبار تكبر في النفوس متعاركين ليه ما تمشيش لدار عمك ما تمشيش لدار خالك علاش الصغير يبدا عنده ذنب فهمت. هذيك هي اختي ان شاء الله ربي يحنا على الخروب على بعضها والله قسما بالله كما جاش الكبار ترجع فينا ما فهمتش نعملوا نحن والله كما جاش الكبار ترجع فينا في طريق المستقيم قسما بالله فهمتش نعمل والله. وعلاقتك بأقاربك كيفاش؟ والله بالنسبة للأقارب
جينا ما بين بينين احنا الصغار معناها، فما التقاه عنده اشكاليه مع بابا يشد البغض على صغاره، فهمت شنيا؟ وفما اللي تلقاه مثلا قلبه صافي ما يلوش، ما يلوش، فهمت؟ يطلع بعيد عاشورة نورمال، الناس تعايد لبعض. فما ناس قلبها خايب، ساعات تلقى الام مثلا ولا البو يشد يقولوا له عمك عمل وخالك عمل، شنو تقعد كيما كلف على سايب السم نتاعها لصغارها، تقعدك الصغار تطلع بالغريزه نتاعها، فهمت؟ متسمين معناها تقعد تشد البغض على ولد فلان وبنت فلان. نحن كيما نقولوا الصغار شنو عندهم دخل، فهمت شنيا؟ الا فما حاجه اخرى، ساعات تلقى الكبيره نتاع العائله ديما لمتهم، وقت اللي تتوفى الكبيره نتاع العائله حتى الاخوات ما عادش يقابلوا بعضهم. والله يا اختي برجوليه تعرف قاعده تغلف فيا بسؤالتك، والله قسما بالله العظيم انا نجي نتكلم وانت تفكي لي الكلمه، ريت بالحق كبير. ساعات تلقاها معناها مراه كلي صحتها على الاخر، وتلقاها والله بكلمتها، وتلقاها القدر بالعكس تو ولاو يطمع بالانتريت نتاعها، مراه كبيره والله قسما بالله، تلقاها مراه في العائله فهمت يقول لك ماي في الدار قاعده ما عندها ما تصرف ما عندها ما تعمل، بالعكس اللي تعمل فيه شارج مراه كبيره دويات ومصروف اكثر من الواحد، فهمت؟ وكان القدر محليها كانت الام كي تبدا ملمومه، فهمت؟ كانت ملمومه العائله تلقى المراه بحسه، يقول لك يا ربي لا نحي علينا حسه. والله والله اختي ان شاء الله ربي. كيفاش نجموا نرجعوا سيره الرحم؟ والله سيره الرحم راه كان عبد ما يفيقش روحه بوحده وحده ما يرجعوا حد، راه خاطر الله تعرف عليه كان مش يخاف من ربي سبحانه باش يخاف ماك العبد، فهمت؟ يوصى عليها ربي سبحانه هذايا، فهمت؟ نجي انا نفيقوا على دارهم ولا على امه ولا على خوه ولا اخته، فهمت؟ الهدايا من عند ربي. انت شخصيا تطل على اقاربك؟ والله مش الكل، تعرفش علاش؟ خاطر فما شويه حكم نتاع بعد، ساعات البعد يحكم عليك، فهمت؟ اوبليجي عليك معناها حتى كي باش تمشي مثلا تحاول مثلا، والله نمشي للطف يا ربي وان شاء الله يطول عمر كل واحد، ساعات نمشي للموت وما نمشيش للفرحان. علاش؟ خاطر الموت اوبليجي عليك، فهمت؟ اوبليجي عليك باش تمشي، اما الفرح ما نتلامش، اما موت اللي هو الموت ما يستدعاوش. فهمت؟ معناها هذيك هي الحاجه اللي نجم نقدر عليها، بصراحه نخلي كل شيء، اما باش نمشي نعظم اجر واحد، فهمت؟ اما كفرح بصراحه ما نتلامش، فهمت؟ ان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعض. اختي والله ان شاء الله ربي يحنن على قلوب بعض وربي يبقي الستر على الناس الكل. فهمت؟ معايش.